السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هي سنة تالتة ان شاء الله، معادنا مع مراجعة على اسلوب التفضيل واسم الآلة او اسم التفضيل. احنا بنسميه اسم التفضيل، ولكن لما نيجي بقى نتكلم عن اسم التفضيل بنقول اسلوب التفضيل. طبعا احنا لسه متابعين المشتقات. احنا طبعا منهجنا كله الترم ده عن المشتقات. اخذنا اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغه، واسم الزمان والمكان، وعملت لكم مراجعه عليهم. النهارده ان شاء الله هنعمل على اسم الاله واسلوب التفضيل. اسم الاله سهل جدا جدا، من اسهل الدروس اللي بتجي لكم هو اسم الاله. كل الاسئله اللي بتيجي فيني يديني قطعه ويقول لي طلع لي منها اسم اله. واسم اله يعني اله بتستخدم في فعل اي شيء يا اولاد، يعني اسم جهاز معين بنستخدمه في اي شيء. واسم التفضيل بفضل اسم على اسمه. على فكره هو سهل جدا جدا جدا، ولكن الناس بتستصعبه عشان الشروط بتاعته. الشروط يعني ما فيش فيها حاجه صعبه ان انت تستصعبها قوي. فخلينا الاول كده في اسلوب في اسم الاله، وبعدين ندخل على اسلوب التفضيل ونسهله. وطبعا هنطبق ده عملي على قطعه من النحو. اولا اسم الاله يا اولاد، اسم الاله احنا قلنا ان هو اسم جهاز بنستخدمه في عمل شيء معين. في الاله بينقسم لقسمين، في اسم قياسي واسم سماعي. القياسي ده يا اولاد يعني ليه قاعده احنا بنقيسه عليها، ليه اوزان احنا بنمشي عليها، تمام؟ زي مفعل، مفعل، مفعله، فعاله، الكلام ده كله ده اسمه قياسي. وفي سماعي، في اسماء اله احنا سمعناها ملهاش قياس، زي شاكوش، زي سيف، زي رمح، زي برجل، زي فأس، زي سكين. كل الحاجات دي يا اولاد ملهاش، احنا سمعنا الناس بتقولها كده ولكن ملهاش قياس ولا لها قاعده. طب القياس ده بيجي منين؟ بيجي من الفعل. الاسم الاله اللي ليه فعل يبقى احنا ليه، يبقى ده قياسي. لكن اللي ملوش فعل ما بقاش قياسي، بيبقى سماعي. يبقى اسماء الاله يا اولاد بتنقسم لاثنين، قياسي وسماعي، تمام؟ طبعا هنشرح كل ده على القناه، هنزل لكم اللينك هنا عشان تشوفوه بطريقه اعمق. يعني اسم الاله القياسي بينقسم لقسمين برضو، اسماء قياسيه قديمه يعني مسموعه من القديم، واسماء قياسيه حديثه يعني اوزان حديثه احنا لسه جديد علينا. طيب ايه هم الاوزان القديمه وايه هي الاوزان الحديثه؟ الاوزان القديمه ثلاث اوزان يا اولاد، اللي هي مفعال زي محراس، ومفعل زي مبرد، ومفعله زي مكنسه، تمام كده يا اولاد؟ دول ثلاث اوزان قديمه، مفعال ومفعل ومفعله. وطبعا لهم او لهم بقى كلمات كتير بتقاس عليهم، لكن انا بديكم مثال. مفعل اللي هو مبرد، مخيط، مفعال زي محراس، زي مصباح، مفعله زي مكنسه، زي مشواه، زي مكواه. كل دول على وزن ايه؟ مفعلة. طيب ايه هي بالنسبه الاوزان الحديثه؟ اربع اوزان حديثه، اربع اوزان حديثه يا اولاد، زي فعاله وفاعل وفاعله وفعاله، تمام كده يا اولاد؟ طبعا الاوزان دي كلها يا اولاد اسماء الاله دي غالبا بتيجي من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي، تمام؟ لازم غالبا يعني بيكون الفعل متعدي، ولكن لازم يكون ثلاثي مجرد. والاسئله بتيجي في الامتحان ازاي؟ ممكن يجيب لي في القطعه اسم اله ويقول لي طلع لي اسم اله من القطعه، وده بيكون سهل جدا جدا. انتوا عارفين اسم الاله ايه؟ ثلاجه، غساله، مكواه، مفتاح، ودايما غالبا بيجي المفتاح يعني، محراس، منشار، ايا كان اسم الاله. وممكن يقول لي هات وزنه، وممكن كمان يديني فاعل ويقول لي هات لي اسم اله من الفعل ده، تمام؟ وممكن يديني اسم اله ويقول لي في الاسم الاله ده قياسي ولا سماعي. يعني مثلا يجيب لي نشره ويقول لي هات اسم اله، اقول له منشار. يقول لي حاسبه، اقول له حاسوب او حاسبه. ممكن يجيب لي غسله، اقول له غساله. ممكن يجيب لي برد، اقول له مبرد. ممكن يجيب لي شوى، اقول له مشواه. ممكن يجيب لي كاوة اقول له مكواه، وهكذا، تمام يا اولاد؟ ده اغلب حاجه اللي بتيجي. وخلوا بالكم ان كلمه مفتاح ممكن تكون صيغه مبالغه على وزن مفعال، وممكن تكون اسم اله. بعرف ازاي؟ بعرف من معنى الجمله. يعني لو قال لي يفتح الرجل الباب بالمفتاح، ساعتها المفتاح اسم اله. لكن لما يقول لي الرجل مفتاح الخير، ساعتها اسم صيغه ايه؟ مبالغه، لانه بيدل على كثره اشتراكه في الخير. ده اسم الاله، وبيكون سهل جدا جدا، وما هو صعب، وما فيش في اي حاجه صعبه. وان شاء الله هنزل لكم الدرس في اللينك تحت. طيب اسم التفضيل يا مس، ايه اللي صعب يا ولاد في اسم التفضيل، او اللي حاسس ان اسم التفضيل صعب؟ شروط. احنا قلنا اسم التفضيل يصاغ على وزن افعل،
تمام كده، وبيكون بيفضل شيء عن شيء. والاسلوب يا ولاد التفضيل بيكون مكون الاسم المفضل اللي انا بفضله، واسم التفضيل اللي هو افعل التفضيل يعني اللي احنا بنقول عليه اللي احنا اللي هو درسنا اصلا، والمفضل عليه. يعني مثلا لما اقول محمد اطول من عمر، تمام كده، يبقى هنا اطول ده هو الاسم التفضيل، ومحمد ده المفضل، وعمر المفضل عليه، تمام كده يا ولاد. ممكن نقول فاطمه اجمل من منا مثلا، هنا فاطمه المفضل اجمل اسم التفضيل، ومنا المفضل ايه عليه، تمام كده يا ولاد. هو ده بيكون افعل التفضيل. طب ايه هي الشروط اللي محسسانا ان الموضوع صعب؟ الشروط يا ولاد ان افعل التفضيل لا تصاغ الا من الفعل الثلاثي، هي بتصاغ بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. الطريقه المباشره لازم عشان انا اقول لفاطمه اجمل من منا، لازم اجمل دي يكون ينطبق عليها يا ولاد الشروط اللي احنا هنقولها دلوقتي. ايه هي الشروط اللي احنا هنقولها؟ لازم الفعل يكون ثلاثي، لازم افعل التفضيل او اسم التفضيل يقاس من فعل ثلاثي، ما يكونش رباعي ولا خماسي، يكون ثلاثي. لازم يكون مثبت، مثبت يعني مش منفي، ما يكونش الفعل منفي، ما ينفعش اجيب افعل التفضيل من فعل منفي. لازم الفعل يكون متصرف، متصرف يعني بيجي منه الماضي والمضارع والايه والامر، ما يكونش جامد زي ليس ونعم وبئس. لازم الفعل يا ولاد يكون قابل للتفاوت، قابل للتفاوت يعني بيعلى وقابل للزياده والنقصان، يعني بيعلى وينقص، مش زي مثلا ما ينفعش اقول هات لي افعل التفضيل من فعل مات، مات هو مات وخلاص، ما بيكبرش زياده ونقصان، ما فيش حد اموت من حد، ما فيش حد زياده مات زياده شويه عن واحد، لا هو الموت موت، فما ده غير قابل للزياده والايه والنقصان. لازم يكون الفعل مبني للمعلوم، ما ينفعش اجيبه من فعل مبني للمجهول، لازم يكون الفعل مبني للايه للمعلوم. لازم يا ولاد الفعل يكون تام، تام يعني مش ناقص زي كان واخواتها، لازم يكون تام يعني يحتاج لفعل مش يحتاج لاسم وخبر زي كان وايه واخواتها. لازم يا ولاد الفعل ده ما يكونش بيدل على اللون او عيب، او اللي هو يعني اللي هو اللون منه او الصفه منه على افعل اللي مؤنثها فعلاء، اللي هو اللي بيدل على لون او عيب، يعني ما يكونش بيدل على لون او عيب اللي هو المذكر الصفه منه على وزن افعل اللي مؤنثها فعلاء، زي مثلا احمر حمراء، ما يكونش الفعل ما ينفعش اقول لفلان احمر من فلان، او الفراوله احمر من البطيخ، لا لازم هنا بقى بيبقى بنصوغ افعل التفضيل بطريقه غير مباشره، تمام. يبقى لو هو اتنفذ في كل 7 شروط اللي انا قلتهم دول هنعمله بطريقه مباشره جدا جدا، زي مثلا فلان اجمل من فلان، فلان اطول من فلان، فلان اقصر من فلان، ده عادي، تمام كده. ولكن الفعل لو هو منفي، الفعل لو هو منفي يا اولاد او بيدل على لون او عيب، لازم اجيبه بطريقه غير مباشره. ايه هي الطريقه الغير مباشره؟ يعني انا عايزه اقول ان الفراوله احمر يعني اكثر حمارا من البطيخ، هروح قايله كده اكثر حمره، تمام كده، يبقى اروح قايله الفراوله اكثر حمره، ادهى الفراوله اكثر حمره من البطيخ مثلا يعني، تمام كده. فانا جبت الحمره دي اللي هي الفعل الصفه اللي هي بتاعت احمر، ما ينفعش اقول على طول احمره، او زي ما عندي هنا يقول لي صواب الخطا الارض في الربيع اخضر من الاشجار، اخضر من الاشجار لا، انا اقول اشد خضره او اكثر خضره من الايه من الشتاء، تمام كده يا اولاد. فانا لازم عشان دي اسمها طريقه غير مباشره، اجيب اسم تفضيل تاني واحطه قدام المصدر، واجيب هنا المصدر، يبقى اجيب اسم تفضيل واجيب بعده المصدر، وبكده ابقى انا عملت بطريقه غير مباشره. دي بتنفع مع مين؟ دي بتنفع يا اولاد مع الفعل اللي هو غير ثلاثي، يعني بيكون رباعي او خماسي او سداسي، وبتكون تنفع برضو مع الفعل اللي هو صفته على وزن افعل اللي مؤنثه فعلاء اللي هو بيدل على لون او عيب، تمام كده يا اولاد. يبقى دي بتنفع معهم بس، ان انا اجيب افعل تفضيل من اسم تاني واحط المصدر بتاع دي. طيب لو انا عايزه اجيب اسم تفضيل من فعل منفي، منفي او مبني المجهول، منفي او مبني المجهول، بقوم جايبه برضو يا اولاد افعل تفضيل اجدر مثلا او اكثر من اي اسم تاني، واروح جايبه المصدر المؤول مش المصدر الصريح، هنا كنت بجيب المصدر الصريح يعني حمره ده المصدر الصريح، لكن المصدر المؤول يا اولاد ان انا اجيب ان واجيب بعدها الفعل المضارع. يعني مثلا عايزه اقول المصري لا يخون بلده،
تمام كده. فعايزه افضل اعمل اسلوب تفضيل في دي لا يخون، عايزه لا يخون دي تكون اسلوب تفضيل، هروح قايله المصري اجدر الا يخون، ان لا يخون. وطبعا يا اولاد ان لا يخون دول بيدخلوا في بعض ده هم كده ويعملوا لي الا، ان ولا بيدخلوا في بعض وبيعملوا الا يخون. يبقى تمام كده، يبقى المصري اجدر الا يخون. كذلك لو عندي فعل مبني للمجهول مثلا زي مثلا يعني عندي الحق يتبع، الحق يتبع، انا عندي يتبع دي يا اولاد فعل مبني للمجهول، عايزاه يبقى صيغه عايزه اجيب هنا افضل ده، عايزه افضل ان الحق يتبع. تمام كده يا اولاد، عايزه افضل الفعل ده اجيبه اجيب منه اسم التفضيل، هعمل ايه؟ اروح قايله الحق احق ان يتبع. تمام كده، اجيب يبقى اجيب هنا اسم تفضيل من اي اسم تاني واروح عامله المصدر المؤول بتاعه، المصدر المؤول يعني ان والفعل المضارع، ان والفعل الايه المضارع من الفعل. بس كده طبعا كل ده متوضح في الفيديو اللي انا هنزل لكم اللينك بتاعه تحت، ولكن يلا بينا نبدا على القطعه وننفذ ده عملي. ايه الاسئله اللي بتجيلي في اسم التفضيل يا مس وفي اسم الاله؟ هيجيب لي قطعه نحو ويقول لي طلعي منها اسم اله، هيقول لي طلعي منها اسم تفضيل، ممكن يقول لي طلعي منها اسم ممنوع من الصرف واذكري السبب، وممكن يكون اسم تفضيل لان احنا عرفنا ان اسم التفضيل ممنوع من الصرف، ويبقى كده هو ضرب لي الاثنين في بعض اللي هو ممنوع من الصرف واسم التفضيل في نفس الوقت. ممكن يجيب لي فعل ويقول لي هاتي منه اسم التفضيل، ممكن يقول لي صوب الخطا ويجيب لي اسمه زي ما احنا عاملين دلوقتي اسم تفضيل من فعل ما ينفعش اصلا يجي منه اسم تفضيل ويقول لي صوب الخطا، ساعتها انا هجيبه على الطريقه الغير ايه مباشره. تمام كده يا اولاد، جميل جدا. ممكن كمان يجيب لي يقول لي ليه يجيب لي فعل ويقول لي ليه احنا ما ينفعش نجيب منه اسم التفضيل، ساعتها بقى هذكر ان هو مخالف للشروط، اشوف بقى ايه هنا الشرط، هو خالف في الشروط من هي او ايه الشرط المخالف فيه. تمام كده يا اولاد، طبعا في القطعه هو حاطط لي خط تحت كلمات، حاطط لي خط تحت الحياه وخط تحت اقبالا وخط تحت اكثر، لا الاقدر الاقدر. تمام، لكن انا ما حطيتش ليه الخط يا اولاد عشان خاطر انا عايزه اعرب لكم القطعه كلها على بعضها. تمام، هنبدا باول كلمه المتفائلون، هقرأ لكم القطعة الأول. المتفائلون هم أكثر الناس سعادة، أكثر الناس سعادة وإقبالا على الحياة، والإنسان المتفائل هو الأقدر على إصابة هدفه وتحقيق مناه، فعليك بالتسلح بالتفاؤل والأمل في مواجهة هذه الحياة. هنعرب إزاي؟ عايز أعرفكم الإعراب. أول كلمة طبعا اسم، هو بدأ بالألف واللام على طول وأنا مغمضة عيني هيبقى مبتدأ، مبتدا مرفوع، ابص كده على الاسم نوعه ايه، هلاقيه جمع مذكر سالم لاني بينتهي بواو ونون، ولو شلت الواو والنون دي بقت المتفائل، خلاص هو جمع مذكر سالم يبقى مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، ودي اجابتي الكامله. تمام كده يا اولاد، خلوا بالكم ان لو اجى مبتدا واجى بعده ضمير على طول اعرفوا ان الضمير ده هيبقى مبتدا ثاني على طول وانتوا غمضين عينيكم ثاني، ولكن لما اجي اعرب هقوم قايله ضمير مبني في محل رفع مبتدا ثاني. تمام كده يا اولاد، وثاني بتبقى كده بالكسره ما بتبقاش بالياء، ما بدخلش عليها الياء لما اكون بالالف واللام. ده مبتدا ثاني يبقى ده ايه؟ ده خبر الايه؟ المبتدا الثاني. هم اكثروا، اكثروا ده خبر يا اولاد، هي دي افعل التفضيل على فكره، بس هي هنا اعرابها طبعا افعل التفضيل كل المشتقات اللي احنا اخذناها بتتعرب عادي جدا حسب موقعها في الجمله يا اولاد، ملهاش اعراب معين، يعني اسم الفاعل ما بتعربش بس فاعل، لا ممكن يتعرب اي اعراب عادي جدا، واسم المفعول يتعرب اي اعراب عادي. تمام، اكثروا هنا يا اولاد اعرابها خبر، طبعا لازم اقول ما دام في مبتدا اول ومبتدا ثاني لازم اقول خبر المبتدا الثاني، لازم احدد هي خبر ان هو بالظبط خبر المبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الناس مضاف اليه طبعا مجرور وعلامه جره الكسره، ارجو انكم تكونوا مركزين معايا عشان خاطر المكان ما فيش مكان واسع ان انا اعمل فيه. المتفائلون هم اكثر الناس سعاده، ده تمييز الاسم المنصوب يا اولاد اللي بيجي بعد اسم التفضيل، اسم منصوب منون كده نكره منصوب بيجي بعد بعد الاسم التفضيل على طول وانا مغمضه عيني ده تمييز يا اولاد ملحوظ، ده تمييز ملحوظ، يبقى تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تمام يا اولاد،
طيب فين خبر المبتدأ الأول يا ميس؟ ما ينفعش أخرج خالص من القطعة أو من الجملة من غير ما أكون جبت الخبر بتاع المبتدأ الثاني. أنا عندي هم، ده اللي هو الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، وأروح قايلة والجملة الإسمية هم أكثر الناس، وأحط كده يا أولاد أحطها بين قوسين، أو ممكن أقول هم أكثر بس في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يبقى والجملة الإسمية هم أكثر في محل رفع خبر المبتدأ الإيه؟ الأول. إحنا وقفنا عند سعادة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة، وإقبالا طبعا الواو حرف عطف، اقبالا اسم معطوف، ماله اسم المعطوف احنا عارفين يا ولاد وخدنا في سنه تانية ان الاسم المعطوف تابع لما قبله، ده منصوب، اذن ده منصوب على طول وانا مغمضه عيني على طول، وبعدين هو هتطلع اصلا التنوين اهو، ده منصوب وده منصوب لانه تابع لما قبله، يبقى اسم معطوف منصوب وعلامه نصب الفتحه. هل يا مس كل الاسماء المعطوفه منصوبه؟ لا، ده هو بيبقى تابع لما قبله، يا منصوب يا مجرور يا ما ايه يا مرفوع. على حرف جر الحياتي اسم مجرور بعلى وعلامه جره الكسر، مش هكتبهم لانها سهله. والانسان هنا خلاص يا ولاد الفاصله، يعني بدانا جمله جديده تمام كده. الواو طالما الواو في بدايه الجمله يبقى مش هعرب اللي بعدها اسم معطوف، لا هبدا هعربه مبتدا، لان دي انا كده بعطف جمله على جمله مش كلمه على كلمه، ولكن هنا كانت كلمه على كلمه، كانت في نص الجمله ما فيش قبلها فاصله، لو قبلها فاصله لا مش هيبقى مش هعرب ده اسم ايه معطوف. ده بقى ما يتعربش اسم معطوف، ده الواو حرف عطف ولكن اللي جاي بعدها مبتدا. طب ليه مثل؟ لان انا بعطف هنا جمله وليست كلمه واحده. الانسان مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، طبعا الواو حرف عطف زي ما احنا قلنا، ولا ده مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. المتفائل نعت، عرفت منين يا مس ان هو نعت؟ كلمه بالالف واللام، وبعد كلمه بالالف واللام والكلمه الثانيه بتوصف الكلمه الاولى. الانسان صفته ايه يا اولاد؟ صفته اللي هو متفائل. متفائل نعت مرفوع برضو علامه رفع الضمه، لان النعت يا اولاد تابع لما قبله زيه زي العطف. هو الانسان المتفائل ماله؟ هو دي مبتدا ثاني زي ما احنا قلنا في دي، بس هعربها زي ده اهي بالظبط، ضمير مبني في محل رفع مبتدا ثاني اهي. هو انا قلت لكم الضمير اللي بيجي بعد المبتدا. طب حد هيقول لي طب ما هو بعده نعت، النعت ده عادي ولا ملناش دعوه بيه، انا اهم حاجه هل الخبر اجى؟ لا ما جاش، يبقى هو دي مبتدا ثاني مرفوع علامه رفعه الضمه. الاقدر خبر المبتدا الثاني مرفوع علامه رفعه الضمه، واقوم قايله والجمله الاسميه هو الاقدر بين قوسين في محل رفع خبر المبتدا اللي هو الانسان، والانسان هو الاقدر تمام كده يا اولاد، هو الاقدر. طيب على حرف جر اصابتي اسم مجرور بعلى وعلامه جره الكسره، هدفه مضاف اليه. حد يقول لي يا مستر طب هو ما فيش في الف ولام، وانت قايله لنا المضاف اليه بتعرفه بالالف ولام، بس في ضمير، الضمير ده معرف للكلمه، اذا بدل في ضمير يبقى هو مضاف اليه. والهاء دي برضو يا اولاد لما اجي اعربها اقول اي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، لازم اعربها. وتحقيق دي على فكره واو حرف عطف، وتحقيقي اسم معطوف مجرور علامه جره الكسره، على اصابتي هدفه وتحقيقي، تحقيقي دي معطوفه على اصابه عشان كده هي مجروره تمام كده، وتحقيقي اسم معطوف مجرور علامه جره الكسره مناه مضاف اليه زي هدفي بالظبط. والهاء برضو ده يا ولاد ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، شايفين يا ولاد الاعراب كل ماشيين على واحده واحده تكه تكه. فعليك الفاء حرف عطف، وعليك اسم في حرف جر، يبقى الفاء حرف عطف وعليك حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه تمام كده، الباء حرف جر، والتسلحي اسم مجرور بالباء وعلامه جر الكسره، اسم مجرور بالباء وعلامه جر الايه الكسره. بالتفاؤل نفس الحكايه، الباء حرف جر والتفاؤل اسم مجرور بالباء وعلامه جره الايه الكسره. طب الواو حرف عطف، خلوا بالكم من حروف الجر وحروف العطف، الباء والكاف واللام، الباء والكاف واللام هي اللي بتكون حروف جر، لكن الواو والفاء وثم واو دي حروف عطف، وطبعا انتوا اخدتوها في سنه تانية اعدادي. الاملي اسم معطوف مجرور وعلامه جره الكسره تمام كده يا اولاد. في حرف جر مواجهتي اسم مجرور بفيه وعلامه جره الكسره، هذه ده اسم معرفه جاي بعد اسم نكره يبقى مضاف اليه، مواجهه ايه هذه يبقى مضاف اليه، هقوم قايله اسم اشاره مبني، اما اجي اعربه يا ولاد هقول كده اسم اشاره مبني طبعا على الكسر في محل جر مضاف اليه، في محل جر مضاف ايه اليه، يبقى اعرب الاسم الاشاره كده اسم اشاره مبني على الكسر هذه هي في محل جر مضاف اليه. طبعا الحياه اي كلمه معرفه بالالف واللام تاتي بعد اسم اشاره وانا مغمضه عيني بيكون بدل مجرور وعلامه جره الكسره، في هذه الحياه بدل مجرور وعلامه جره الكسره.
ارجو يا سنه ثالثه ان انتوا تكونوا استفدتوا من الاعراب. انا كده عرفت كلمه كلمه بالراحه خالص مع نفسنا، تمام كده؟ كويس جدا. استخرج من الفقره اسلوب تفضيل. انا قلت لكم اسلوب التفضيل، يبقى هجيب الاسم المفضل واسم التفضيل والمفضل ايه عليه، هجيبهم كلهم الثلاثه. عندي المتفائلون هم اكثر الناس سعاده، المتفائلون ده المفضل واكثر اسم التفضيل والناس المفضل عليه، تمام كده يا اولاد؟ اهو ام ايلا، المتفائلون هم اكثر الناس سعاده. بيقول لي حدد اركانه، طبعا هروح اعمل له كده اهو في الاجابه. مش هعمل في الامتحان كده دايره زمان بعمل، لا انا هكتب المتفائلون المفضل تمام. ولكن انا هنا عشان خاطر بس المكان بعمل له دايره، المتفائلون ده يا اولاد المفضل اكثر اسم التفضيل، هكتبها مش هعمل دايره هكتبها، بس انا عشان بس المكان. الناس المفضل علي، انا بفضل المتفائلون على الناس، قلت هم اكثرهم سعاده، يعني انا بفضلهم في السعاده، هم اكثر سعاده من ايه، من غيرهم، تمام كده يا اولاد؟ جميل جدا. اسم تفضيل وزنه واذكر فعله، عايزين اسم تفضيل ونوزنه ونذكر فعله. انا قلت اكثر في المره الاولانيه، ممكن اقولها تاني، ولكن انا هاخد الاقدر. الاقدر ده برضو يا اولاد افعل تفضيل، تمام؟ هاخد هنا الاقدر، هكتب كده الاجابه الاقدر، ده افعل التفضيل. بيقول لي وزنه، هقول هشيل طبعا الالف واللام، او ممكن اوزنه بالالف واللام اقول الافعل، او هشيل الالف واللام واقول افعل، تمام كده يا اولاد؟ افعل، اقدر، افعل. إيه اذكر فعله؟ قدر، تمام كده يا اولاد؟ طيب اسم فاعل واذكر فاعله. اسم فاعل يعني كلمه على وزن فاعل، او كلمه تبدا بميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر. المتفائلون على فكره ده اسم فاعل، المفرد بتاعها متفائل، هشيل لو شلت الالف واللام وشلت الواو والنون بقت متفائل، يبقى مضموم اولها مكسور ما قبل الاخر، متفائل. حد هيقول لي طب دول ملناش دعوه بيهم، دول زيادات. وانا قلت لكم يا اولاد لما نيجي نطلع اسم الفاعل لازم نشيل اي زياده، لو تاء مربوطه نشيلها، لو الف ولام نشيلها، لو علامه تثنيه علامه جمع كل ده نشيله، تمام كده؟ عندي المتفائل اللي تحت اهي، وعندي المتفائلون، الاثنين دول اسم فاعل، وطبعا الفعل بتاعه طبعا اذكر فعله. تمام كده يا اولاد؟ هيبقى انا عندي المتفائل الفعل بتاعها تفاءل، طبعا غير ثلاثي عشان كده اجت على جبنا المضارع بتاعها وقلبنا ميم ياء المضارع ميم المضمومه وكسر ما قبل الايه الاخر، بس كده. طيب ندخل على صوب الخطا. الارض في الربيع اخضر من الشتاء، هنا بقى ده الغلط. الغلط عندي اخضر، لان ده افعل التفضيل من فعل ما فيش فيه شروط غير قابل للشروط، يعني الشروط بتاعته مش مستوفيه. ليه يا اولاد؟ لان ده ما دل على لون وعيب، اللي هو الصفه منه على افعل اللي مؤنثه فعلاء، واحنا قلنا ما ينفعش نصاغ منها اسم التفضيل، ولكن يصاغ بطريقه غير مباشره. فهقول الارض في الربيع اشد خضره من الشتاء، تمام كده يا اولاد؟ اشد خضره ده الصح، ولكن مش هينفع اقول اخضر ولا احمر ولا اصفر ولا اسود. اشد سوادا، اكثر سوادا، اكثر حمره، اكثر خضره، تمام كده يا اولاد؟ طيب تحت بقى، وخلوا بالكم من كلمه مختار، لان بتيجي كتير جدا 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 في الامتحان، عشان هي الاسم الفاعل منها زي اسم المفعول منها بالظبط. الطالب مختار للمسابقه من بين زملائه، فالمعلم مختار له لتفوقه. وبيقول لي حدد نوع المشتقين دول، المشتق ده غير المشتق ده، فنبعرف منين؟ من معنى الجملة. الطالب مختار للمسابقة من بين زملائه، يعني الطالب هو اللي وقع عليه الاختيار، يعني هو مفعول به، اذا ده اسم مفعول. عشان الطالب انا بحدد من الكلمة اللي قبل المشتق، الكلمة اللي قبل المشتق مفعول به، اذا ده اسم مفعول،
طب تعالوا نشوف كده. فالمعلم مختار له، المعلم هو اللي مختار، هو الفاعل، اذا ده اسم فاعل. يبقى لو الكلمه اللي قبله فاعل يبقى هو اسم فاعل، لو الكلمه اللي قبله مفعول به يبقى هو اسم ايه؟ مفعول. طب اللي قبل، لو الكلمه اللي قبله بتدل على مكان يبقى هو اسم ايه؟ مكان، لان اسم المكان طبعا منه بيجي على نفس الوزن اسم المكان والزمان. طيب هنا بيقول لي هات اسم آلة من كوى واذكر وزنه. طبعا من كوى هتبقى مكوى، كلنا عندنا المكوى، مكوى على وزن مفعلة، مفعلة اهي نفس الحركات يا اولاد اهي، تمام كده. يبقى هو ده بطريقه اسم الاله يا اولاد، او لو كان في الجمله اسم اله كان هيقول لي استخرج من القطعه اسم اله وزنه، تمام كده يا اولاد. بكده يا سنه ثالثه نكون احنا انتهينا من القطعه. ارجو ان يكون الاعراب استفدتوا منه، ارجو ان يكون الاعراب عجبكم، ارجو انكم تكونوا استفدتوا من المراجعه. ان شاء الله باذن الله بعد كده هجيب لكم قطع كتير، هنعرف كتير جدا وهنطلع الاستخراجات اللي موجوده في درس يا اولاد بعنوان كيفيه استخراج المشتقات بطريقة سهلة. أرجو أن أنتوا تدخلوا وتشوفوه، ده بيسهل عليكم جدا 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 استخراج المشتقات في الامتحان. ياريت بقى اللي عجبوا الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.